عندك صداع نصفي، عايز تروح تتعالج. أسألك سؤال قبل ما تروح تتعالج، انت بتنام كويس اصلا ولا بتنام مقطع ونومك عشوائي؟ حاول تنام كويس الاول، وعلى قد ما تقدر تاكل اكل صحي. اظبط نومك، لو كنت بتدخن حاول تمتنع عن التدخين مرة واحدة وبالتدريج بالطريقة اللي تناسبك. المهم ان انت تتوقف عن التدخين. لو كنت تشرب قهوة وشاي كتير جدا حاول تتوقف عن كل ده. اذا لقيت لسه عندك نفس اعراض الصداع النصفي انصحك تتوجه لطبيب وتكشف، يمكن يكون في حاجة خطيرة. جرب بس يومين تنام بدري، يوم واحد نوم بدري. مينفعش منبقاش بننام اصلا، بتنام يعني. في ناس بتيجي الشغل مثلا تلاقيه نايم ساعتين، نايم ساعتين وجاي الشغل. ده لو كمل اسبوع يبقى كويس. طبعا بيبقى ماشي يخبط وعصبي وتعبان ده في سن العشرينات، مستحيل تقدر تعمل كده بعد ال30، مستحيل. هتخش في ازمات بقى وجلطات. طب ليه؟ طب ما تنام بدري وتصحى بدري، وعايز تسهر اسهر يا اخي مرة في السنة مرتين في السنة بالعقل. ما ينفعش تقول انا عندي صداع نصفي وانت اصلا ما بتنامش، ما جربتش اصلا ان انت تنام. ما ينفعش تقول ان انت عندك صداع نصفي وانت عمال تاكل كل يوم فاست فود وبتدخن وسجاير وقهوة وكل حياتك غلط في غلط.